سميرة سليمان. طبعا الخبرة والتجربة ترشح كفة المنتخب النيجيري للتتويج بهذا اللقب القاري مشددا، ولو أن ما زلنا في البدايات منتخب نيجيريا المصنف 37 عالميا، 7 مشاركات في نهائيات كأس العالم، أبرز مشاركة تبقى بلوغه ربع نهائي نسخة 99 في الولايات المتحدة قبل الانسحاب أمام البرازيل بعد تمديد الوقت 4-3. المشاركة الأخيرة والنسخة الأخيرة من المونديال 2015 في كندا، منتخب نيجيريا كان حاضر وانسحب منذ الدور الأول بعد ما أنا في المركز الأخير في المجموعة الرابعة بنقطة وحيدة في مجموعة ضمت منتخب الأمريكي أستراليا والسويد. نتابع هذه الركنية لمنتخب نيجيريا، مرفوعة الكرة من إيكيدي وتدخل الدفاع الغاني. طبعا هي مباراة أشوار ولقاء ديربي بين غانا ونيجيريا، هذه كرة بداياتها. منتخب غانا مصنف 46 عالميا، 3 مرات في المونديال، ولو أنه لم ينجح في مشاركته السابقة في تجاوز الدور الأول 99 في الولايات المتحدة، انسحب من الدور الأول 2003 كذلك في الولايات المتحدة، والانسحاب منذ الدور الأول و2007 في الصين كذلك الانسحاب من دور المجموعات، تغيب عن آخر نسختين. دي فايف إيكيدي هيرفش تتولى التنفيذ، تلعب في الدوري السويدي في فريق بيتيا، 29 عام إيكيدي، هيرفش تتولى التنفيذ، إيكيدي مرفوعة كورة في مناطق المنتخب الغاني، خطا وهدف بنيران صديقة، هدف بنيران صديقة للمنتخب النيجيري، سوء تفاهم وسوء تقدير في عملية خروج الحارس نانا السانتيوا، الدفاع يخطئ والحارس تخطئ، وهدف أول للمنتخب النيجيري، هدف أول للمنتخب النيجيري. وهذه هي المدربة، مدربة منتخب نيجيريا فلورنس أماكبيمي. هذه الإعادة إيكيدي في التنفيذ، تخرج ما تخش كرة الحارسة السنتيوا، 17 بورتيا بواكي ذات مرماها تعطي الأسبقية لمنتخب نيجيريا 1-0 مع اقترابنا من 20 دقيقة الأولى في المباراة، 1-0 لنيجيريا، هدف بورتيا بواكي ضد مرماه. اتو اليسابيت تتغير وجه الكرة وتتحول إلى ضربة ركنية، تضرب في جدار الدفاع وتتحول إلى ضربة ركنية بعد ما ضربت الكرة في لاعبة المنتخب النيجيري ريتا شيكولو في القائمة الثانية. التسديد بالرأس والابعاد من هذا المراوغه، يعني اصطدام بين لاعبتين من منتخب نيجيريا، وتسديده من سليمان، سميرة سليمان ننتظر لعادة تسببت في اصطدام لاعبتين من منتخب نيجيريا بلقطه فنيه من المهاجمه سميرة سليمان. هذه لعادة على الاستلام، لا هذه نهايه العمليه في التسديده، التسديده الاخيره من أوغون شوكو، أوغون شوكو أورديغا ترشع من الدفاع، وضربة المخالفة لغانا تحديدا لجانيت إيتشير. ليندا هي اللي باش تتولى التنفيذ، ترجع كرة من أوغو، الاستلام إليسابيت أدو ل 17 بورتيا بواكي، بواكي مع أدو وضرب شساء، ضرب شساء للمنتخب الغاني، خطأ على إليسابيت أدو، ننتظر لعادة ب
بإعلان ضرب جزاء تثير احتجاج بنك المنتخب النيجيري. هذه الإعادة بوكي واحدة اثنين مع إليسابيت أدو. التدخل كان من آيندي حليمتو دون تردد. الحكم الجنوب أفريقيا أكونا ماكوليما تعلن عن ضرب جزاء للمنتخب الغاني. مطلع دقيقة 43 من المباراة، إمكانية لهدف التعادل لمنتخب البلاك ستارز قبل نهاية الشوط الأول. التنفيذ إليسابيت أدو. إليسابيت أدو هي اللي مش تتولى التنفيذ أمام الحارسة علابة. تعطيها الحكم إشارة التنفيذ مع كوليما تتقدم وهدف التعادل. هدف التعادل لمنتخب غانا في 44 دقيقة من ضربة جزاء. هدف يحمل توقيع إليسابيت أدو. رجع المباراة إلى نقطة البداية. يعني المتابعة متأخرة من الحارسة ألابا. إليسابيت أدو تعدل النتيجة 1-1. أوشوالا أسيسات لمنتخب نيجيريا في دقيقة 19. إليسابيت أدو تعدل للبلاك ستارز في 44 دقيقة. رامي التماس لمنتخب نيجيريا. أوغونشوكو بالنسبة لمونديال السيدات آخرها 2015 في كندا، رغم أنه لم ينجح في تجاوز الدور الأول. هذه كرة سميرة سليمان عرضية، استلام من الحارس النيجيرية ألابا على مستوى القائم الأول. هذه الإعادة، التمرير من ليندا، تنجح سميرة سليمان في تجاوز في نيجيريا انطلاقا يعني من 98 أصبح يعني يقع تحديد واختيار بلد لاحتضان النهايات، وأولى البلدان اللي نالت شرف تنظيم نهايات السيدات كانت نيجيريا 98 وحافظت على اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد الانتصار هذه المرة على غانا 2-0. 2000 قلت في جنوب افريقيا والتتويج نيجيري، يعني تسع القاب لنيجيريا من جملة 11 نسخة، منها 7 مرات على التوالي قبل ان يفسح المجال في نسخة 2008 في غينا الاستوائية لتتويج المنتخب الغيني الاستوائي على حساب جنوب افريقيا 2-1. وهذه عادة وامكانية اورديغا حط كرة اوشوالا اسيسات التمرير، لكن تدارك الحارس. قلت في انتظار المباراة الثانية في هذه المجموعة بين كينيا مالي، تنطلق مباشرة في نفس هذا الملعب ملعب لامبي مباشرة بعد نهاية هذه المواجهة بين نيجيريا غانا. اوشوالا اسيسات فرانشيسكا اورديغا، محاولة الالتحاق بالكرة قبل التماس، تمشي 4. اوسارينوما اكيدي ممتاز المراوغة التمهيد.